سلامة، أنا أحمد الجيدي، نقرا في ليسي مروشكات، نجح في 18-22 سيكسيون باكما. حاب نشارك معكم الاكسبيريونس نتاعي في منصة ليسانا ونعطيكم شوية نصائح تستفادوا منهم في الباك نتاعكم. عام الباك عام مهم برشا للتلامذة الكل، خاطر باش يحدد لك مستقبلك، هذاك علاش لازم برشا برشا خدمة. ليسانا أكاديمي فيها بليزور أوبسيون، أنا نقسمهم الحقيقة لكات أوبسيون ينجموا يفيدوكم برشا. أول حاجة لي كور أون ليني عاونوني برشا، سيرتو أنك تنجم تقرا وقت ما تحب وين ما تحب، يعني بارفوا واحد يبدا مريض ينجم يقرا من دار. زيد كي تتفرج في الكور قبل ما تمشي تقرا في الليسي تنجم تلقى روحك حاضر اكثر والكور يترسخوا في صافي مخك. ثاني حاجه لي زيكزيرسيس كوريجي عاونوني برشا في انك تنجم تخدم وتصلح بالوقت من غير ما تقعد تستنى انك تمشي للبروف باش تصلح اكزيرسيساتك. ثالث حاجه لي بروف نتاع الليسي عاونوني برشا، هما دي بروف كومبيتون كيف مدام تونسي، مسيو شاهد، مسيو شرشيري ومسيو بشير المجري، عاونوني برشا سورتو في انهم يجاوبوا على اسئلتنا ويعطيونا ديكور ديتايي وديزيكزارسيس بهين على الاخر. حاجه اخرى بين الحاجات اللي عاونوني في ليسانا هي لونكادرونت بسيكولوجيك، موجوده في كل وقت تجم تسالها على كل مشكله، سواء كانت مشكله في القرايه ولا حتى مشكله شخصيه. اخر حاجه عاونتني هي لسيري الموجودين في اللايف، دي سيري دو كاليتي وفيهم بليزيور ديكزيرسيس اللي ينجموا يجيو حتى في الباك. حاجات نجم ننصحكم بهم سورتو للجماعه اللي داخلين في الباك، يلزمكم تكونوا اجور وما تخليو حتى كور يفوتكم سورتو لي ماتير برينسيبال. حاجه اخرى انه ما تتبعوش بعضكم، خاطر كل تلميذ عنده ريتم وسيستم سينس بهم تاع قرايه، يعني تجم انت تكون قاري 3 ولا 4 سوايع في النهار توصل تحصل الفايدة أكثر من تلميذ قارئ 7 ولا حتى 8 سوايع في النهار. أكثر حاجة مهمة في الريفيزيون بتاعك أنك تبدأ 100% كونسنتري وتنحي تليفون وقت تبدأ تقرأ. المورال زادة مهم برشا في الباك، فما ناس برشا ناس ينساوه، خاطر نراو معناها فما برشا ناس تبدأ تقرأ من الأول بقوة ومن بعديك تصير لهم شويت وما عادش ينجموا يقراو. هذاك علاش انا ننصحكم تخدموا بريتم كونستون، ريتم انت تنجم وما تخدمش بحاجه اقوى من طاقتك انت. ننصحكم زاد عمركم ما تفلتوا حتى ماتير، حتى لي ماتير سكوندير، على خاطر واحد باش يلوج على الاكسيلونس لازم يكون اكسيلون في كل شيء، لازم تضمن ال 15 ولا حتى 16 نتاعك في كل ماتير ولازم تخدم على كل شيء. صحيح فما فرق ما بين لي ماتير في الوقت اللي باش تعطيهم، اما انا ننصحكم تكونوا حاضرين في الماتير الكل. ننصحكم زادة توكلوا على ربي وتقربوا ربي، على خاطر الحاجه ذي تساعدك باش تكون مطمئن معناها وتعطيك الراحه، حتى ساعات تلقى روحك باخر باش تقرا اجبد تقرا شويه قران وان شاء الله تسترجع الطاقه نتاعك. ننصحكم بعرض باكنا في ليسانا اكاديمي، تجم تربح به برشا وقت ويعاونكم برشا وتلقاو فيه اللي تحبوا. بون كوراج ناس كل.